مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من اسطنبول الدكتور مخلص برزق، عضو هيئة علماء فلسطين بالخارج. أهلا بكم دكتور مخلص. بداية، ماذا يعني قرار سلطات الاحتلال بإسكات المآذن في القدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا يعني أنهم ماضون في محاولاتهم القديمة، فهذه ليست أول مرة، وهناك عدة محاولات سابقة لجعل ذلك تشريعا من خلال مؤسساتهم الباطلة التي هي قائمة أيضا على باطل. هذا الأمر لن يمرر بإذن الله تعالى كما لم يمرر سابقا، ولكن لا شك أنه يعني يضيق الخناق على مدينتنا المقدسة، على مسجدنا الأقصى المبارك، وهو يعني يقرع ناقوس خطر لكل من كان قلبه معلق في هذه الأرض المباركة. دكتور مخلص، ما الأهداف البعيدة من هذا القرار، وهل برأيك سيكتفي الفلسطينيون بردات الفعل المتفاوتة هنا وهناك، أم هناك ربما حراك آخر منظم لمواجهة هذه التحركات الصهيونية؟ أقل القليل أن المقادسة قلوبهم تنبض وتخفق ولديها أيضا حساسية الميزان الحساس مع كل شيء يمس مقدساتهم، يمس مسجدهم المبارك، مدينتهم المقدسة. لا شك أننا رأينا صمودا عجيبا تجاه قراراتهم أيام البوابات الإلكترونية، ويعني في مراحل كثيرة، وهم يعني عندما يريدوا أن يسكتوا المآذن الحقيقة هم يريدوا أن يعني يفقدوا تلك المنطقة هويتها التي أعطاها إياها الفتح العمري للقدس، عندما دخل عمر رضي الله عنه وأذن بلال ابن رباح رضي الله عنه أذان الفتح في بيت المقدس كما أذنه في مكة المكرمة يوم فتحها. دكتور، في سؤالي الأخير لكم، تزامن هذا القرار مع من الاحتلال طبعا مع انسحاب واشنطن وتل أبيب من منظمة اليونسكو، إلى أي مدى برأيكم يعكس تخوف واشنطن من هذه المنظمة أو أي تحرك مضاد يعرقل مساعيها في موضوع صفقة القرن؟ حقيقة هذا القرار واضح جدا أنه يعني شيء أو شكل من أشكال البلطجة السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة لحماية ذلك الكيان البغيض. اليونسكو حققت حقيقة يعني عدة قرارات لافتة للنظر بالمحافظة، يعني في خاصة يعني السنوات الماضية أدرجت هذه المنظمة البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها ضمن المواقع المعرضة للخطر في العالم. هذا يعني الأمر أزعجهم، وكذلك تبنت في نفس العام قرارا بعدم يعني ينفي هذا القرار نفيا قاطعا أي وجود أي ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى المبارك وحائط البراق واعتبارهما تراثا إسلاميا خالصا. هذا يتنافى تماما مع محاولات الكيان الصهيوني تهويد المدينة، كذلك الولايات المتحدة جعلها يعني بالأمر الواقع البلطجي أنها هي عاصمة لذلك الكيان المسخ. الدكتور مخلص برزق، عضو هيئة علماء فلسطين بالخارج، شكرا جزيلا لكم.